الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقة جديدة إن شاء الله من برنامج المطعم. عاملين النهاردة حاجة دعم لإخواتنا في فلسطين إن شاء الله، حاجة تدعو للتفاؤل بإذن الله. عاملين النهاردة تورتاية كده صغيرة، تورتاية النصر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تفائلوا بالخير إن تجدوه إن شاء الله. لو دايما متفائلين لنصر ربنا قريب، والواحد يكون عنده يقين من ربنا إن شاء الله ربنا هينصر الناس ديت. فأنا كل واحد بيعمل اللي عليه، كل واحد يعني شايف من وجهة نظره حاجة يعملها، وبلاش تريق على حد. يعني أنا دي أكتر حاجة، الموضوع بالنسبة لي بقى مقلق قوي الأيام اللي فاتت ديت، اللي كل حد بيعمل أي حاجة لازم يتم التريق عليه، ولازم يتم التقطيم فيه ويتبكت. ليه بقى؟ أنا شايف الموضوع بصراحة بقى زايد عن حد قوي. المهم خلينا في حلقتنا، هنعمل النهاردة إن شاء الله حاجة بسيطة جدا جدا، حاجة تدعو للتفاؤل إن شاء الله. من غير مقادير ومن غير أي حاجة خالص هنبدأ الحلقة. أي أسئلة أو أي استفسارات أنتوا عايزينها، أرقام التليفونات ظهر قدامكم على الشاشة، 2600 من أي تليفون محمول، 0900 900 من أي رقم أرضي. أنا جبت قاعدة خشب، تمام. هو الحاجة اللي عاملها أو الكيكة اللي عاملها تبقى 40 في 60، هنعملها إن شاء الله على علم فلسطين بأمر الله، ونكتب عليها النصر إن شاء الله قريبا، ونصرا قريبا. طيب خلينا نشوف الكيك هنعملها ازاي. انا جبت قاعدة زي ما قلت لك، قاعدة خشب زي ما انت شايفة، يعني الديسبونش اللي انا عامله 40 في 60، 40 سنتي في 60. فانا طبيعي ان انا زودت القاعدة شوية عشان تبقى ليها حروف، فخليتها 65 في 45. القاعدة هي قدام حضراتكم، تمام. دي اول حاجة هنعمل، بس قاعدتين اتنين من الديسبونش، وبعد كده نبدأ نعلم العلم بتاعنا الجميل. بعد ما ايه ما نبدا نحشيها، اول حاجه بجيب عندي كادر الاسبونج. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، حطه هنا في يعني عشان كده. بص انا مزود القاعده، مزودين القاعده اهيت زي ما حضراتكم كده شايفين عشان تبقى مظبوطه معايا. وبعد كده بقوم جايب فرشه عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ نحط عندنا الشربات. أحلى عالم في الدنيا كده، يبقى لازم يتظبط ولازم يتروق. ماشي، بعد كده بقوم جايب عندي الكريمه. ابدا ان انا احط الكريمه كده اوزعها. احط حته كمان. هما بس انا عامل يعني عامل كادرين اتنين بس من الكيكة بتاعتنا. وبعد كده هنبدأ نعلم علم فلسطين ان شاء الله، ونكتب عليه النصر ونصرا قريبا بأمر الله ليهم. حط عندي هي حتة صغيرة. ماشي، كل حاجه تبقى يعني تبقى سوا بعض عشان تطلع معايا مظبوطه في الاخر. بعد كده بنبدا نجيب عندنا الكادر التاني. نولو قشره من هنا، ممكن اللي احنا ناخد كده اهو القشره ديت، ونبدا اللي احنا ايه نقشرها كويس جدا بحيث بس ان الكريمه تبقى ماسكه فيها.
كده ماشي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنلف ده كده وبعد كده نبدا نقص. عندنا الكيكه كويس جدا اهو. هنقشر ده اهوت بس هنديها ده نخربشه كده اهو بايديا كده اهوت. نبدا نشيله ننضفه كويس جدا كده. بعد كده بنبدا ان احنا نحط عندنا الكادر التاني زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده نقوم شايلين ورقه الزبده من فوق. يبقى بالشكل ده. وبعد كده هجيب بس عندي الجربش وننضف مكاننا كده ونظبطه عشان ايه يبقى الدنيا نظيفه. العالم طبعا بيبقى هيبقى فيه اللون الاحمر، اللون الاسود، اللون الابيض، اللون الاخضر، كل ده هنعمله واحنا شغالين. وهقول لك يعني في حاجات هتتعمل بالفاكهه وفي حاجات هتتعمل بالكريمه. الكريمه هنبقى اللون الابيض واللون الاحمر، والعالم بيبقى فيه الاسود هنعمله بالبرقوق، والقطعه الخضراء هنعملها بالكيوي ان شاء الله. هكبس كده كبسه حلوه عشان عند الصاج ده. وبعد ما بتلبسه كده بنقوم واخدين عندنا شويه شيره كده صغيرين خفاف. تمام زي ما حضراتكم كده شايفين اهو. تمام جدا. ننضف بقى كده الحروف نظبطها كويس. يفضل ان احنا ايه قبل عشان الحاجه تطلع مظبوطه معايا ان انا الحروف ديت اسويها الاول بالترنش كده بسيطه كده. ممكن نيجي هنا ماشي عادي انا موزع عندي. بعد كده بقوم جاي من هنا برضو نفس الكلام مظبط عندي الحروف كلها عشان لما اجي ارسم العالم يطلع مظبوط ان شاء الله معايا. هجيب بقى عندي بوله ونبدا نشيل عندنا الزيادات دي كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. هشيل لي من هنا بس حمدي معلش. بالظبط كده بس المكان يبقى نضيف كده عشان نعرف نشتغل. بعد كده بقوم جايب عندي سباتولا بقى كده ونقوم واخدين عندنا الكريمه. نوزع الكريمه على العالم من فوق عشان الخطوه الجايه ان شاء الله هنبدا نرسم العالم زي ما اتفقنا في اربع الوان. اللون الاسود هنعمله بالبرقوق، واللون الاخضر هنعمله بالكيوي، اللون الاحمر هنعمله بالكريمه، واللون الابيض هيفضل زي ما هو بالكريمه. تمام حاضر كده زي ما حضراتكم شايفين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب بقى ديت كده اهو نفس الكلام يا حمدي. هبدا ان انا اجيب الكريمه من الجنب ونبدا نديها برده. وبعد كده هنبدا نحدد العالم هنرسمه الفصل الجاي ان شاء الله والسيجمنت اللي جاي. هنبدا ان احنا نظبط الحكايه ووريها لك ان شاء الله هنبدا فيها نشتغل فيها ازاي بعد الفصل نكمل. Thank you.
اهلا بيكم، رجعنا تاني بعد الفاصل. شغالين دلوقتي في العالم اللي موحدنا كلنا ان شاء الله، اللي هيوحدنا بامرنا كلنا، عالم فلسطين. حددناه قدام حضراتكم اهو المثلث اللي في النص الاحمر. بعد كده قسمنا الثلاثه دول، جبنا مسطره. او يعني انا علمته ازاي، انا اول حاجه جبت المسطره اهوت، وبعد كده لقينا كام المسطره، يبقى 37 بالظبط. تمام، قسمناها قسمنا 37 على 2 هنا، وبعد كده خدنا نقطه هنا في المنتصف، خدنا المثلث من هنا ومن هنا. بعد كده قسمنا الكيكه ديت كام، 37 على 3 فكام، الناس بقى بتوع الحسابات، 12 ونص. يبقى 12 ونص 12 ونص 12 ونص. تمام، عشان تبقى تطلع ايه، يبقى يطلع شكله مظبوط وزي الفل ان شاء الله. طيب بقى اول حاجه بنبدا نعمل عندنا الكريمه البيضة تبقى موجوده هنا في النص. فهبدا اخد كريمه عندي، نمشي على الحروف الاول وبعد كده نبدا ان احنا ناخد عندنا بقيه الايه، بقيه الحاجه الثانيه. بسم الله. تاني شوية من الكريمة، كده قفلنا الجزء الايه الابيض. هجيب عندي الجزء الاحمر ونبدا ان احنا نشتغل بيه. ممكن تجيبوا لي البلبله القمع ده بدل نشربه، عشان بس اعرف ان انا اشرب بيه. هناخد حته كريمه، اعتقد مش هتبقى كبيره يعني، الاحمر الجزء الاحمر مش هيبقى كبير، فده بالنسبه لي كده زي الفل. لون احمر السوبر رد ده. تمام، عندنا البلبلة بس بسرعة. احمر بيبقى غامق، لازم احط احمر حلو كتير. ناخد اتصال تليفوني. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا فندم؟ طيب معلش والله اسفين، لو حاولوا تسلمينا تاني كان هغمق كمان شوية. اخد كده نقطتين اتنين، اجيبهم كده. اعتقد بقى اللون احمر زي الفل. هجيب بقى عندي كيس كريمه. بسم الله الرحمن الرحيم.
ناخد اتصال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه شيخ محمد، ازاي حضرتك؟ عامله ايه يا استاذ كل؟ ازاي حضرتك؟ ايه اخبارك؟ الله يخليك، الحمد لله تمام والله. انا حابه والله احييك جدا على روحك وعلى الحاجه اللي بتعملها دلوقتي دي، بس هتفرق معاهم طبعا. انا بعزيهم والله، وربنا ان شاء الله يديهم حقهم ويسترهم. وانا بعزك جدا، بتابعك دايما والله. الله يخليك ويبارك فيك يا استاذ كل. اكتر حاجه بحبها الحاجات الشورت القصيره مثل ما القرعه دي. ربنا يخليك، حاجات حلوه. تسلمي والله، اشكرك، كل لك ذوق والله. لا بجد والله، شكرا يا مدام زيزي، انت محترم جدا، ربنا يبارك فيك يا رب. تسلمي، اشكرك، كل لك ذوق والله. شكرا لحضرتك وشكرا على مشاعرك الطيبه. هنا يبقى اول حاجه خدنا الجزء الابيض اللي موجود في النص، بعد كده هناخد عندنا بقى الجزء الاحمر. ايوه ده صح. نفس البلبلة يا ريت اللي احنا قطعنا بيها الابيض هي اللي نقطع بيها الاحمر. زي ما قلت لكم في الاول، كل واحد بيعبر عن حبه للقضيه براحته، يعني فاهمه ازاي؟ كل واحد وطني. والله العظيم يا جماعه لو في اي خطر هتلاقي كل البلد طالعه، ما هتلاقي واحد قاعد في بيته، انا متاكد من كده. مصر فيها رجاله وكلها رجاله، فكل واحد بيعبر عن حبه لاي قضيه. انا بعبر عن القضيه الفلسطينيه، انا بوجهه نظري كل واحد. لكن جلد الذات اللي احنا فيه اليومين دول والتريقه حاجه غريبه شويه بصراحه يعني، ومستغربها بجد يعني. على هي قضيه واحده يا جماعه اللي احنا كلنا بنتكلم فيها، فمالهاش او بتكلم فمالوش لازمه التجريح يعني. خلاص حتة صغيرة هنجيبها دلوقتي، ممكن هي الكريمة دي ان شاء الله تقضينا يعني. ما رضيتش اعمل بصراحة كتير، لان الجزء اللي العالم فلسطين بس الجزء الاحمر ده بس الموجود، فانا ما رضيتش اعمل حتة كتير. اعتقد دي ان شاء الله هتجيبني يعني. هي بالظبط يعني، ان شاء الله بالظبط كريم هضبط بالظبط. طيب بعد كده الجزء اللي فوق اللي هو هيبقى من هنا، ده طبعا معروف اللي هو ليه اللون الاسود، هيتحط هنعمله بالبرقوق. هجيب عندي البرقوق كده اهوت، نعمله كده بعد كده. حطينا البرقوق بالشكل ده. تمام. ناخد عندي. زي ما انتم حضراتكم شايفين نحط عندنا البرقوق الاسود من هنا اهو،
احط عندها الحروف. انا هاجي من هنا كده. ماشي. كنت عايز كلها اعملها بالفاكهه ولكن مش موسم الفراوله اكيد يعني. قلنا نعمل اتنين بالكريمه واتنين بالايه بالفاكهه اللي موجوده يعني. الو السلام عليكم. السلام عليكم. ازي حضرتك است الكل؟ اهلا شيف محمد العظيم. ازيك يا مدام امنيه عامله ايه؟ الله يحفظك. انت بكري ولا بتاع تورت ولا بتاع ايه بالظبط؟ الله يخليك. ازي حضرتك عامله ايه؟ الله عليك. الله يحفظك است الكل. الله يخليك يا رب ويبارك فيك يا رب. ما شاء الله. فين الشركه فيها يا عم محمد؟ الله يخليك يا ست الكل. ده كل بذوق الله. يا فندم بتقول ايه؟ فين الديك الرومي؟ مش سامع. اديك الرومي الشركتين. حاضر عناية الاتنين والله. حاضر حاضر يا استاذ امين. عناية الاتنين والله. شكرا لحضرتك جدا. حاضر. عايزين ان الاسود يبان اكتر. مش هعمل لك هنوقف بقى البرغوث كده اهوت بقى عشان ايه الاسود اللي فيها يبان اكتر. زي ما حضراتكم كده شايفين. البرقوق كله يترص جنب بعضه. بنعمل ايه؟ اكيد يعني ظهر لكم دلوقتي وهيبدا يظهر الملامح بتاعت علم فلسطين. بيكو رجعنا تاني بعد الفاصل. بعد ما عملنا البرقوق انا جبت مربى توت وحطيتها على النار. دي سنه لون اسود بسيطه جدا عشان ايه الحاجه تطلع معايا مظبوطه وزي الفل زي ما حضرتك كده شايفه. وبدات ان انا اجيب عندي البرقوق قدام حضراتكم. حتى لو فتحنا حمدي بيبقى من فوق هنلاقي اللون. هتلاقي الالوان العلم بدا يترسم معايا مظبوط جدا. اجيب بقى الاطراف ديت كده الحاجات ديت كلها كده اظبطها عشان تبقى مظبوطه معايا بالظبط كده. هو ده اصلي. الله ينور عشان ايه كل حاجه تطلع مظبوطه ان شاء الله معايا. الحروف دي كلها اصلا هديها اصلا روزيتا كده سوبريم من الجنب عشان تظبط معايا الدنيا. طيب كده الجزء الاسود خلاص تمام. هنبدا نعمل ايه بقى؟ ببدا اجيب عندي الجزء الاخضر اللي انا هعمله ايه بالكيوي. بسم الله الرحمن الرحيم. نقسم ده على اتنين افضل يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن نرسم دي الاول.
شاء الله المساعدات تفضل شغاله اللي هي بتعدي من معبر رفح، لان حتى سمعنا السلطات الفلسطينيه بتتكلم عن ان المساعدات اللي راحت محتاجين اكتر واكتر. يعني موضوع فيه معاناه جامده، يعني لما سمعت كلمه يقول لك احنا المساعدات اللي جايه ديت يا جماعه ما تجيش نقطه البحر اللي احنا عايزينه، ايا كان الحمد لله اللي في حاجه بدات اللي احنا دخلناها، وان شاء الله باذن الله تفضل المساعدات شغاله على طول. يعني دي اهم حاجه بالنسبه لهم ان شاء الله باذن الله، خصوصا العلاج ده اعتقد ده اهم شيء، يعني لان المستشفيات فيها عجز هناك كبير جدا جدا جدا. يعني لنا اصدقائنا يا جماعه والله هناك في غزه، و ساعات طبعا بنتواصل معاهم ساعات ما بنعرفش نتواصل معاهم، الموضوع صعب بجد هناك، يعني خصوصا الـ 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 النور قاطع عندهم بشكل غير طبيعي. يعني كان الله فرهم جميعا، يعني عندنا الكهرباء عندنا بتقطع ساعتين الدنيا بتتقلب. الحمد لله رب العالمين. بدأ الدنيا كده تبان ولا لأ؟ المتاع كله مهري، المفروض كنت انا مشتري الفاكهه، انا غلطت، انا اول مره اصلا بصراحه الفواكه بالذات ديت لازم انا اللي اشتريها واجيبها، لان انا ببقى عارف القوام الحاجه بتبقى عامله ازاي عشان اعرف ان انا اقطعها واظبط فيها الدنيا. يعني شوكولاته دلوقتي وعاملينها، عشان هنبدا ان شاء الله نكتب كلمتين كده حلوين على العالم من النص باذن الله. كل ما يكون لونه اخضر كل ما يبقى باين العلب اكتر.
هجيب عندي كيلو تاني. شوكولاتة مسيحينها. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه يعني لو هنعمل نعمل كده لازم الحروف تترسم من الاول، وبعد كده اهوت بنبدا ان احنا نحط عندنا الايه اللي نحط الحاجه اللي في النص يعني، لكن اهم حاجه الحروف. طول ما الحروف تتظبط معايا هنطلع ان شاء الله الحاجه تطلع كلها مظبوطه ان شاء الله. عايزه بقى جيلي تلميع، ممكن جيلي تلميع شويه بسيط جدا في الاخر كده، نحطهم كده في الاخر جيلي تلميع على البارد على الساخن عادي مفيش مشكله، الاثنين شغالين يعني، بس طبعا لو على الساخن يكون افضل يعني. تمام جدا. تمام هناخد بقى دول يعني، الكيوي ايه هيعجز معانا، لكن ايه كل حاجه سبحان الله والله بالظبط. انا مش عايز اقول لك كل حاجه بالقطعه. طب ازاي؟ زي ما حضراتكم كده شايفين ناخد اخر كواية نقطعها للجنب بقى، هعمل فيها حاجه حلوه جدا عايزها والله اعملها لكم. ما اعرفش هناخد فاصل، بس انا عايز اعملها قبل ما اطلع فاصل يا حمدي، اوريك بس شكل الكريمه ان احنا نعملها كده من الجنب. ماشي حسب ايه؟ حسب عدد الكيوي اللي معايا، عشان كده ايه الرصه هيتمين الحاجه اللون يطلع من فوق مظبوط يعني. كمان ممكن نقطعه مكعبات بالمناسبه يعني، ممكن في الاخر تقوم واخده الحاجه ديت مقطعاها مكعبات تطلع معاكي برده مظبوطه زي الفل ان شاء الله. مش شرط تعمليها رصه، او مش شرط تعملي الرصه اللي تقطعي الكيوي سلايز او زي اللي انا مقطعه كده، ممكن في الاخر تقطعيه مكعبات وتحطيه كده يعني عادي زي ما انتم شايفين كده. حاضر كده وكده بس كده القمر كامل. قبل ما اطلع فاصل هعمل ايه؟ هعمل حاجه حلوه قوي عندنا الصغيره ديت. مش هدي بقى الوان الكريمه خالص، هي كريمه بيضة هتاخد كلها سوبرين من الجنب اهو. حط كريمه هنا ونطلع فاصل كده اهوت، وهناخد عندنا الكريمه اللي بنحضم حضراتكم ديت كده اهي. بسم الله يلا فاصل يا حمدي، وبعد الفاصل نواصل.
اهلا بيكم رجعنا تاني بعد الفاصل. بنكتب بقى بايه؟ بكورنيه على كارت شوكولاته او على ورقه زبده. انا ممكن اشيلها من ورقه من ورقه الزبده عادي جدا جدا يعني. طب ازاي؟ بسم الله. ان شاء الله ان شاء الله قريبا. تمام ديت خلاص كده اه تمام. هتنشف دلوقتي هاخدها بقى ايه. ايوه خش بقى التورتايه بقى. وانا ايه هاخد ده كده يا حمدي مش طايق كده اهوت ايه حطها لسه في الثلاجه تشد شويه يعني تاخد الشده بتاعتها كده اهوت. وبعد كده نبدا نطلعها ونحطها على التورتايه. 30 ثانيه بالظبط. دي كانت حاجة كنت أنا يعني كل واحد بيعبر بحبه وبطريقته. دي طريقتي في التعبير عن حبي للأرض فلسطيني اللي إن شاء الله بإذن الله النصر قريب بإذن الله زي ما كتبنا. مش بنعمل شو ولا حاجة، كلام من قلبنا فعلا والله. ربنا معاكم، ربنا ينصركم، ربنا يثبتكم. أواكم الله، ثبتكم الله، أيدكم الله، نصركم الله. إن شاء الله بإذن الله قريب بإذن الله نصره. أشوفكم على خير في حلقة جديدة من برنامج المطعم. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.
ترجمة نانسي قنقر.